ما بشوفش كده يعني، ما بشوفش مكافأة لتضحيتي بوازمة الكنيسة مش شبه الناس التانية. بس برضو الحياة يعني لازم تبقى خطوة هات، يعني أنا بقدم لربنا فأنا مستني مقابل. أنت بتقدم لربنا؟ وقت إن أنا أواظب على الاجتماع، يعني ما بقاش زي الناس التانيين. لما حضرت الاجتماع ربنا زاد حتة مش عجباني. بس يعني ربنا برضو قال اطلبوا ملكوت الله وبره وكل هذه الكلام. يعني أنا ما اشتكيش برضو، ما صليش لطلباتي. إحنا بنركز على الطريقة اللي بيها نكون بخير. لا لا، عايزين نركز ان احنا نكون بخير. بالظبط، يعني انا شاب عايز افرح بقى يعني. كده مش يبقى دي مش طلبات، دي رغبات. معنى صح ربنا يدي العطايا لما انا بعرف اتصرف بيها صح. انا خدت عطيه العطايا، انا خدت ربنا نفسه بقى بصفر وبيكافئ. مراد بيدي اكتر من اللي بنستحقه. الهنا اللي مغبوط عنده العطاء اكتر من الاخر. اعيش لك انت يا الهي وحدك في كل يوم، لا كل ساعة وكل لحظة أمجدها. أنا مبطل اللي عطل، لكن على مبدأ ما تبدي مخنا عمال لسه يفكر بينجد هشمال. ويمين اللي عيبك إنك تسأل تفهم تكبر تتغير وينجد مرة. وقلت أنا هفشل ما تجرب كده مرة تانية. نفهم زمن لك كتير فيه الكلام. يا جماعة نفهم المهم والأهم. يا جماعة نفهم. يعني أنكل مثلا، شوف يوسف اللي في الكتاب، وشوف يوسف يعني كان مكتوب عنه، كتب عنه حوالي 4 مرات 5 مرات إن هو كل ما كان يصنعه ينجح. 4 مرات إن كان. 4 مرات. آه طب ما أنا ما بشوفش كده يعني، ما بشوفش مكافأة لتضحيتي بوقتي، لتضحيتي إن أنا منتظم على الكنيسة مش شبه الناس التانية. طب إمتى اتقال عن يوسف إنه كان ناجح؟ إمتى؟ مرتين في السجن ومرتين في بيت فوطيفار عبد. يعني النجاح من وجهة نظر الناس إنه يخليك يوسف كان رجل ناجح، أو مثلاً بيقولوا إن يوسف ناجح علشان بقى حاكم تاني واحد في أرض مصر، واخد بالك؟ لكن مش بيشوفوا النجاح الحقيقي اللي كان شايفه ربنا. نجاح يوسف إنه كان بيعمل الصح، مش نجاح يوسف إنه هو كان في ظروف حلو. فأنت يوسف وأنا ابني كمان الصغير اسمه يوسف. يوسف اسم جميل. طبعاً. يوسف حلو لأن هو كان صح كل الوقت، بس ما كانتش ظروفه حلوة كل الوقت. ده الفرق. أنت شايف يوسف ناجح. بمعنى ظروفه حلوة. أنا شايف يوسف ناجح بمعنى إنه ما بيعملش غير الصح بس. يوسف كان ناجح لأن الرب كان معه، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. أيوة بس برضو الحياة يعني لازم تبقى خطوة هات، يعني أنا بقدم لربنا فأنا مستني مقابل. أنت بتقدم إيه لربنا؟ بقدم لربنا تضحية بوقتي إن أنا أواظب على الاجتماع، يعني ما بقاش زي الناس التانيين. لما حضرت الاجتماع ربنا زاد حتة مثلا. يا ربنا بيستفيد إنك تحضر الاجتماع ولا أنت اللي بتستفيد؟ ماشي أنا بستفيد بس برضه يعني. عشان هو ربنا كتابه مش لاقي حد يقراه. انت بتشتري نسخه يعني، فبتشتري له يعني بتسوق له كتابه، ولا انت اللي بتقرا الكتاب فبتستفيد؟ ما برضو فكره ان العلاقه خد وهات دي فكره نفعيه انسانيه مش الهيه يعني. يعني مش فكره في الكتاب المقدس ان ربنا علمنا انه خد وهات. لا، ربنا علمنا العطاء مغبوط اكثر من الاخذ. ربنا ما لقيش عندنا اي هات، راح اعطانا نفسه. ففكره هات دي بالنسبه لك ان ربنا يعني انا بدي له حاجات عشان هو يديني، فكرة مش عجباني. بس يعني ربنا برضو قال اطلبوا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. يعني الواحد هيتمتع. طيب طبعا ما بقولكش ان رب الحياة مع ربنا يعني تعيش فقير على طول. ماشي بس انتظر عشان ماشي نهاية يوسف الجميلة دي. ينفع تكون نهاية يوسف انت الجميلة برضو، بس النهاية لسه ما جاتش. ممكن تكون انت في مرحلة بيت فوطيفار، ممكن تكون في مرحلة السجن، لكن عيش صح. يعني النجاح من وجهة نظري انا انك تكون انت صح، مش انك تكون ظروفك حلوة. لكن في نفس الوقت انا مش بنكر، افترض ان انا فقير ومتضايق، ما اقولش يا رب انا محتاج فلوس. يعني انا ما اشتكيش برضو، ما صليش لطلباتي. مش اشتكي، لكن اقول يا رب الله بالنسبه لي مين؟ مش الله ولي امري مسؤول عني بيحبني وانا واثق فيه؟ اقول له اديني. بيسمع صلاتي؟ بيسمع صلاته وبيديني. بس كمان مرحم الله بالنسبه لنا ما تكونش عايز مام، عايز شرب، عايز فلوس، لكن انا تعبان من الموقف ده. يعني انت عايز فلوس ليه؟ عشان عندي احتياج. ما تقولوش عايز فلوس، لكن قول له سدد لي الاحتياج. فاهم الفكره؟ ما تقولوش انا عايز سرير، قول له انا تعبان عايز راحه، ممكن يديك راحه من غير السرير. يعني احنا بنركز على الطريقه اللي بيها نكون بخير. لا احنا عايزين نركز ان احنا نكون بخير. والله يشوف لنا الطريقه بتاعته. يعني يوسف ما كانش ينفع يطلع من بيت ابوه في كنعان للعرش في ارض مصر، ما كانش ينفع، ما نضجش. فانا وانت محتاجين نبقى زي يوسف.
عايزين ننضج. يعني انت اكيد مرات بتحس انك متهور في مواقف، متسرع في حاجات، بتتعصب على بابا وماما. انا ما اعرفش بس انا بخمن، بيحصل كمراهق كشاب كلنا بنعدي في الحته دي، وانا عديت زيك برضو في المواقف دي. محتاج شويه افهم، اهدى، محتاج ادرك. يعني انا مش كل اللي انا عايزه، يعني يا رب ابعت لي عربيه هيجيب لك عربيه بكره. انت مبسوط يعني بالحته دي مثلا؟ يعني انا بالظبط، يعني انا شاب عايز افرح بقى يعني كده. مش يبقى دي مش طلبات، دي رغبات او مصباح على الدين. يعني انا عايز احك المصباح، هات لي عربيه يجيب عربيه. الله مش علاء الدين، الله عارف مصلحتي فين. مش معناه انه يحرمني من الخير، لكن انت عارف الخير فين. قالوا كتير فين الخير، وانت الخير وانا عايش فيك يا مؤتي الاغاني في ليله. الله عارف خير مصلحتي فين. مرات ابني يقول لي اديني مفتاح العربيه، اقول له بس ما تحركهاش. انا ما اضمنش رد فعله، ممكن يدور العربيه ويروح في داهيه. حصلت قبل كده على فكره، ناس اعرفهم ابنه مات بسبب انه خد مفتاح العربيه من ورا بابا. دي حاجه تسعدني ولا اخاف على ابني؟ خاف طبعا. انا مش بكرهه، انا بحبه. الله بيحبني وعاوز لي النجاح وعاوز لي الخير. بس فين النجاح وفين الخير؟ انت شايفه هنا والله شايفه هنا. مين الصح؟ يعني بمعنى صح، ربنا يدي العطايا لما انا بعرف اتصرف بيها صح. انا خدت عطيت العطايا، انا خدت ربنا نفسه، ربنا نفسه بقى في صفي. ربنا يقدر يديني كل حاجه حلوه لانه يقدر يدي، بس ربنا حكيم فمش بيدي كل حاجه دلوقتي. في وقت معين يقول لي تنفع، ينفع تاخد مفاتيح العربيه. انا صليت صلوات كتير لربنا، في صلوات ربنا استجابها بعد 14 سنه. تخيل، انا ما صعبش عليا منه، بس ما كانش ينفع قبل كده. فلازم الواحد يهدى ويعرف انا مصلحتي فين. كفايه ان عايش معاك يا رب، كفايه ان انا لما تنتهي حياتي على الارض انا مش خايف من ابديتي، مش مرعوب على اللي جاي. انا بحط راسي على المخده في سلام، انا مرتاح. في ناس معاها الملايين ومش سعيده. انا مش عايز اكون فقير، بالظبط، لكن مش عايز اكون غني وغناية ينسيني الحياه معاك. انا مستمتع قوي معاك يا رب. نفسي اكون يوسف. معنى كده ان العطايا تتاخر برضو؟ تتاخر او تبدر، دي نظرتك انت، لكن هو ليه نظره. فلما ما بقاش فاهمه بيفكر ازاي، انا مش عيب ان انا اروح اقول له انت ليه اتاخرت عليا، انت بتفكر ازاي يا رب. علم موسى طرقه، يعني فاهم موسى هو بيفكر ازاي، واحنا محتاجين نفهم. هو بس انت تروح ربنا هات لي الحاجه دي وتمشي وتجري؟ لا. ولا انت في علاقه وفي تواصل مع ربنا؟ ليه يا رب اتاخرت؟ وانت قلت الايه من شويه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. يعني اختار الحاجات اللي لها قيمه، مش الاكل والشرب. هذه كلها تطلبها امم العالم، هيديك الاكل والشرب، مش هتموت جعان على فكره. خد بالك، ما انت معاك فلوس وبتجيب من الكانتين، يعني لو فاتك الغداء بتروح تشتري اكل. الموضوع بسيط، الاكل والشرب ده سهل، والنجاح المادي والفلوس ده ابسط حاجه عند ربنا. في حاجات اسمى، هل بفكر مع ربنا؟ هل بشاركه طريقه تفكيره؟ ملكوت الله، بره، هل فارق معايا ربنا مبسوط دلوقتي ولا زعلان دلوقتي؟ ما يمنعش برضه ان في ناس بتعيش فقيره طول حياتها وبتموت فقيره وممكن تموت. في ناس بتعيش فقيره وربنا عايزها تكون فقيره وهتبقى مبسوطه وهي فقيره، ولو بقت غنيه هتنهار هتضيع. وفي ناس ربنا هي فقيره وبتقول ربنا عايز ابقى غني، وربنا بيكرمها وتبقى غنيه. انا ما اعرفش الله بيفكر فيا وفيك ازاي، لكن متاكد ان هو بيفكر فينا لمصلحتنا ولصالحنا ولانه بيحبنا. انا عارف الموضوع ده موضوع الالم وموضوع استجابه الصلاه وموضوع اراده الله، دي حاجات كلها عايزه كلام كتير، لكن ارجو ان يعني الحوار ده يكون وصل لك فكره. بطريقه صياد. شكرا لك. فن زمن لك كتير فيه الكلام يا جمال الفن يا المؤمن والآمن. إلهنا إله مكافأة، وإلهنا مش إله محاباة. الله بيقدر وبيكافئ، مراد بيدي أكتر من اللي بنستحقه. إلهنا اللي مغبوط عنده العطاء أكتر من الأخذ، عمره ما هيظلمنا أو يحرمنا أو يقصر معانا، لا. إلهنا رائع، بس الفكرة إحنا بندور على إيه؟ إيه المكافأة اللي إحنا منتظرينها؟ إيه النجاح اللي إحنا رسمينه لنفسنا وفاكرين إنه هو ده النجاح الصحيح؟ الله مش هيظلم، الله مش هيقصر، بس أنا شايف إن أعظم مكافأة وأعظم عطية من الله إن إحنا نعيش معاه. في أحلى، في أغلى، في أسمى، في أمتع من أن أشوف الله مبسوط وراضي وأكون أنا سبب في ده؟ مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إنها تفرح قلبي إلا الحاجات اللي تفرح قلبه هو. هو في الدنيا إيه يستاهل إني أخاف عليه غير إن أفرح قلبي سيدي وأشوف رضا عني في عيني. هو في الدنيا إيه
يستاهل اني اخاف عليه غير ان افرح قلبي سيدي واشوف رضا عني في عيني واعيش عشانه ودي مكانه واعيش عشانه واشتاق إليه يا ربي خليني أعيش لك أعيش لك أنت يا إلهي وحدك يا ربي خليني أعيش لك أعيش لك أنت يا إلهي وحدك في كل يوم لا كل ساعة وكل لحظة قد ايه من العمر فات قليل فرحت وكتير هاد عشان حاولت اعيش لنفسي وفتامي كنت بات لكن طموحي زود جروحي لكن طموحي تقول بعد السكات يا ربي خليني أعيش لك أعيش لك أنت يا إلهي وحدك يا ربي خليني أعيش لك أعيش لك أنت يا إلهي وحدك في كل يوم لا كل ساعة وكل لحظة أمجدك أمجدك يا ما نفهم زمن لك كتير فيه الكلام يا جمال نفهم المهم والأمجدك